هنروح لاستعراض سريع لأهم أنشطة الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ من موقع البوابة نيوز وتصريح للفنانة السورية سلافة وخرجي بتقول: أنا معجبة بنضال إلهام شاهين وزيارة القاهرة رجعت لي روحي. قالت سلافة وخرجي إنها سعيدة جدا بتكريم جمعية رعاية المسنين اللبنانية ليها، لأن التكريم رجعها للقاهرة اللي بتغيب عنها من 3 سنوات. اتكلمت عن السياسة في سوريا وقالت إن مصاصي الدماء بيتمنوا تدمير سوريا، وإن انحيازها للرئيس بشار الأسد موقف حضاري ومستحيل تندم عليه أو تتراجع عنه. قالت سلاف إنها رفضت مغادرة سوريا زي ملايين من الشعب السوري اللي عنده أمل كبير في إعادة بناء سوريا من جديد رغم استمرار الحرب وحجم المخاطر ونفي التراجع الإنتاج الفني في سوريا. أكدت إن الحالة الفنية منتعشة جدا في الدراما التلفزيونية والسينمائية، وأكبر دليل على كده إن سوريا أنتجت السنة دي 30 مسلسل. وقالت سلاف إن الفنان لازم يكون انحيازه لوطنه وأمته العربية، مش انحيازه لشخص أو مذهب، لكن انحياز كامل للوطن وبس. اتكلمت كمان سلاف عن حبها الكبير للقاهرة، وقالت إنها بتعشق أكل الكشري وبيصاحبها أثناء جولتها الفنان ياسر جلال واللي وصفته بالإنسان الشهم والجدع. معنا خبر تاني من موقع البوابة نيوز بيقول: محمد عساف يدخل جنة ونار. رشح المخرج الفلسطيني طارق بخلف المطرب محمد عساف للمشاركة في بطولة مسلسل جنة ونار. أكد المخرج أنه جاري ترشح باقي فريق العمل اللي بيدور في إطار إنساني، عمل من الأعمال الفدائية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقال أن احتمال كبير جدا أن المسلسل يتم عرضه في رمضان القادم. هنروح لجريدة المصر اليوم، ومعنا خبر بيقول: محمد نجاتي يبدأ تصوير مشاهد مسلسل دنيا جديدة. بدأ مؤخرا الفنان محمد نجاتي تصوير مسلسله الجديد دنيا جديدة. أكد نجاتي أن المسلسل بيتطرق للأحداث السياسية اللي بتمر بيها مصر في الفترة الحالية من خلال تقديم نماذج من المتاجرين بالإسلام، وبيجسد نجاتي دور ضابط أمن دولة. المسلسل بطولة حسن يوسف وأحمد بدير وسامح السريتي وروجينا، ومن إخراج عصام شعبان والإنتاج لقطاع الإنتاج. تعالوا مع بعض نلتقي بالفنان محمد نجاتي واللي كلمنا أكتر عن مشاركاته في أكتر من عمل فني خلال رمضان القادم. والله الفيلم على المستوى الفني جيد جدا الحمد لله، لقى احسان من الجمهور ومن النقاد الحمد لله. الفيلم بيطرح قضيه مهمه، قضيه الجواز العرفي، والحمد لله وصلت للجمهور، وان شاء الله لما تعرض على الشاشات باذن الله تشوفوا نسبه اكبر باذن الله. اي نجاح انت بتوصل له في حياتك انت بتبقى محتاج انك تنجح اكتر من كده، مظبوط. الخطوه اللي بعديها بتكون اهم، وبتحاول بقدر الامكان انك تحافظ على حسن ظن الجمهور فيك. وانا لغايه دلوقتي ما عنديش سينما، لكن عندنا دراما. انت عارف الوقت دوت هو وقت المسلسلات الدراميه، عشان شهر رمضان ان شاء الله بنقدم مسلسل مهم بيواكب الاحداث اللي احنا عايشين فيها، احداث سياسيه. مسلسل اسمه دنيا جديده، بطولة الأستاذ حسن يوسف، مجموعة كبيرة من النجوم، وإخراج الأستاذ عصام شعبان، وإنتاج قطاع الإنتاج. بيناقش القضايا السياسية اللي بنمر بيها من بعد 30/6، ومشاكلنا مع الإرهاب والتفجيرات وكده، ومن خلال ضباط أمن وطني ومتابعتهم للحركات الإرهابية اللي بتحصل. يعني الفترة اللي فاتت كان يعني معظم الطرح لضباط الشرطة بيكون بشكل أجريسيف شوية، بالذات ضباط أمن الدولة أو ضباط الأمن الوطني، وده مش حقيقي، لأن إذا كان في ضباط أجريسيف أو شرسين أو بيتعاملوا بشكل أو بآخر فده مش نسبة كبيرة. فإحنا واجبنا إن إحنا نبين الوجه الآخر لضابط الشرطة، ودي حاجة مهمة جدا إن إحنا كفنانين أو قائمين على صناعة سينما أو دراما إن إحنا نوصلها للجمهور، لأن اللي حصل كان له
يعني اللي حصل فتره من فترات ايام الثوره واضطهاد رجال الشرطه ده كان سبب فيه برضو الصناعه، الطرح اللي كان اللي كنا بنطرحه لضباط الداخليه، لكن مش كل الضباط كده، والمفروض علينا ان احنا نبين الصوره الحقيقيه لضابط الشرطه. هنروح دلوقتي لتقرير مع الفنانه القديره نجوى فؤاد، واللي بدات مشوارها الفني وسنها 15 سنه. في البدايه عملت كراقصه فقط، وبعد كده جمعت بين الرقص والتمثيل وقدمت افلام مهمه على مدار مشوارها الفني. وقفت امام عبد الحليم حافظ ورشدي اباظه وفريد شوقي ونبيل عبيد وحسين فهمي وغيرهم من نجوم السينما. من اجمل افلامها حافيه على جسم من ذهب، الليله الموعوده، حد السيف. الحقيقه ان الفنانه نجوى فؤاد انشغلت في الفتره الاخيره بالتدريب على الرقص الشرقي في دول العالم، وابتعدت شويه عن التمثيل، وكان اخر اعمالها الفنيه فيلم خلطه فوزيه مع الفنانه الهام شاهين، وفيلم حلاوه روح مع الفنانه هيفاء وهبي، والانتاج كان طبعا لمحمد السبكي. يا ترى نجوى فؤاد شايفه مستقبل الفن ازاي في الفتره اللي جايه؟ ويا ترى ايه الاعمال الفنيه اللي ممكن تشارك فيها خلال الفترة اللي جاية؟ تعالوا مع بعض نلتقي بالفنانة نجوى فؤاد. كل البلد رايحة على مستويات عالية جدا، فلتحيا مصر. كفاية يا أخي مؤتمر الاقتصاد ومؤتمر القمة العربية، ده الأول مرة العرب يتحدوا، اتحدوا يا أيتها العرب فعلا، يعني ما شيء ما جميل جدا يعني، وانا فرحانه بده. فعندنا رئيس يعني ربنا يحميه، ربنا يخليه هو ودولته ورجال دولته، لان احنا ان شاء الله رايحين على اماكن حلوه جدا، من يديني العمر واشوفها، والجيل الجديد هيطلع كله مثقف ومتعلم وهيعيش عيشه مستواها على الاقل معقول، فده هيطلع منه بقى مناهج التعليم الجديدة هتتغير، هيطلع منه رجال للدولة ورجال للعلم والعلماء اللي غزت أمريكا وعلموا أمريكا. احنا علماءنا كبار قوي المصريين في أمريكا وودوهم كتير قوي، عايزينهم بقى هم عايزين يجوا يدوا مصر. أنا شايفة أن إن شاء الله بدل ما نعمل 20 مسلسل نعمل 5 مسلسلات بس، هم مسلسلات يعني ذات قيمة، الحدوتة، ايه اللي بيحصل في الواقع، ايه اللي في المدينة بيحدث، عشان نقدمه للناس بصورة فيها مصداقية. فان شاء الله نبشر بالخير بإذن الله. والله بص انا قلت قبل كده، قلت لو دور قد كده بس بيقول حاجة في كلمة انا مستعد اعمله ببلاش، مش منتظر اي حاجة، بس يكون بيفيد المتفرج مستقبل، عشان انا بقول له حاجه بقول ما تعملش كده عشان ما اداك غلط، واعمل كده ده هيبقى صح. فان شاء الله بنتمنى من ادبائنا وكتابنا وروائينا انهم هم يقدموا لنا ورق حلو، لا ينقصنا غير هذا. كانت الفنانة الشابة نيلي كريم محور الشائعات الأسبوع الماضي، والحقيقة أن انتشرت شائعة كتير خاصة بانفصالها عن زوجها. نيلي ضحكت طبعا على الشائعات دي ورفضت التعليق عليها، لكن زوجها دكتور هاني أبو النجا أصدر بيان ونشرته جريدة المصري اليوم، ونفى في البيان خبر الانفصال وقال بشكل ساخر جدا: أنا شخصيا ما عنديش أي معلومة. هنروح دلوقتي لأهم التصريحات الصحفية. طلعت زكريا: حسن يوسف لم ينسحب من فيلم حارس الرئيس. إيمان البحر درويش: أنا لا أحارب أحد. عبد الله الرويشد أثناء زيارته لأكاديمية الفنون: بحبك يا مصر. خالد يوسف: السينما المصرية في طريقها للتحسن. داليا البحيري: مفيش مشاكل مع حورية فرغلي. بسمة وهبي: بحثت كل واحدة قدرت تحافظ على حجابها. اسمحوا لي نروح لفاصل نرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة، استنونا.
قرر المنتج وليد صبري انه يقدم الفنان الشاب احمد مالك في اولى بطولاته المطلقه في فيلم عيال سيس، وده طبعا بعد ما نجح في تقديم ادوار كتير في الدراما وفي السينما وفي التلفزيون، وكان اخرها طبعا مسلسل حكايه حياه مع الفنانه غاده عبد الرازق وفيلم الجزيره 2 مع احمد السقا، وقام بدور علي ابن منصور الحفني اللي قدمه احمد السقا في الفيلم. اما في فيلم عيال سيس فبيقدم مشاكل الشباب بطريقه مختلفه، بيشارك في الفيلم مجموعة من الوجوه الجديدة بالإضافة لعدد كبير من الفنانين الكبار واللي بيشاركوا كضيوف شرف. كاميرا بالألوان الطبيعية التقت بالمنتج وليد صبري واللي هيكلمنا أكتر عن عيال سيس وهيكلمنا كمان عن فيلم أسوار القمر. ازاي البني ادم يختار حد ويحس ويبقى متاكد وعارف انه عايز يقضي بقيه حياته معاه؟ انت تساليني ولا بتسالي نفسك ازاي؟ احساس ابشع من اي كابوس ممكن يشوفه اي حد في الدنيا، والأبشع ألف مرة لما يكتشف إنه مش كابوس. الحمد لله، يعني ردود الافعال كلها حلوه على المستوى يعني الفني، الفيدباك بتاع الفيلم كان الحمد لله هايل. الظروف، الايرادات، طبعا السيزون نفسه كان مليان مشاكل وفتره كانت صعبه، فطبعا على الافلام جميعا، انما الحمد لله يعني الفيلم حقق ايرادات جيده في ظل الظروف طبعا اللي كنا فيها دي، والحمد لله يعني طبعا على كل حال. يعني لا، كنا نتمنى طبعا اكتر من كده، ومتوقع انه كان المفروض الفيلم يحقق اكتر من كده، وجميع الافلام اللي تعرضت في موسم اجازه نص السنه كان يعني متوسطاتها كلها كان لازم تبقى اعلى، بس طبعا مع الظروف اللي البلد مرت بيها والشهر اللي فات ده بصعوباته، يعتبر الايرادات رضيه جدا طبعا. يعني هو فعلا زي ما حضرتك بتقول، هي تجربه جديده وبنجرب، يعني هو فكره فيلم جديد بوجوه جديدة شابة، اخراج احمد نادر جلال وتأليف عمرو سمير عاطف. حاليا يعني انتهى التصوير، بس احنا لسه في فترة المونتاج وما بعد التصوير، وان شاء الله يجهز للفيلم كده على العرض في العيد بإذن الله. لسه مستنيين بس المونتاج يعني الفترة اللي جاية هنحدد بقى الاسم واللعية وكده. هو مجموعة وجوه جديدة كلهم، ومعهم بقى مجموعة من ضيوف الشرف، يعني ده لما يعني مع نزول الفيلم بقى تعرف الاخبار. هو فيلم العنصر الرابع، فيلم لمجموعة وجوه جديدة شابة، ومع فيهم أحمد مالك ومع مجموعة تانية. يمكن هو أحمد مالك اللي يعني عمل أدوار قبل كده معروف أكتر، بس هو معاهم مجموعة من ضيوف شرف كتير، إنما هي الحدوتة حدوتة 4 أولاد عندهم 17 سنة، فهي دي فكرة الفيلم في رحلة ما كده، في أحداث كلها كوميديا وسسبنس، ومفروض يعني إن شاء الله يجهز الفيلم على العيد الصغير بإذن الله. ازاي البني ادم يختار حد ويحس ويبقى متاكد وعارف انه عايز يقضي بقيه حياته معاه؟ انت تساليني ولا بتسالي نفسك ازاي؟ احساس ابشع من اي كابوس ممكن يشوفه اي حد في الدنيا، والأبشع ألف مرة لما يكتشف إنه مش كابوس. كان هو
طرح المنتج طارق عبد العزيز على موقع اليوتيوب برومو فيلمه الجديد جمهورية إمبابة. الفيلم بطولة باسم سمرة وإناس عز الدين وأحمد وفيق وعلا غانم وفريال يوسف وأيمن أنديل، ومن تأليف مصطفى السبكي والإخراج لأحمد البدري. بيتناول الفيلم الأحداث اللي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير من أحداث عنف وسرقة وبلطجة، بتدور أحداثه داخل حارة شعبية تقرر الاستقلال بنفسها وتصدر قوانين خاصة بها. من المعروف أن دي التجربة الثانية للمنتج طارق عبد العزيز بعد ما قدم فيلم وش سجون. تعالوا مع بعض نشوف جزء من برومو الفيلم. الدنيا ناس على ناس بتدوس، صدق اللي انا بقيت خاف افرح، لا الفرح يزعل مني. الرجولة ليها مكان وانت نسيت العنوان، سهل يا بدي تعلم والاصعب تبقى معلم، سهل يا بدي تعلم. مخنوق عندي استعداد اولع في الحرب اللي فيه. عايز تعيش بتظبط ومتزنجف، وتعيش بفلوسك هتعيش بدراعك. يلا يا موزة عندك ان شاء الله بزايا. مصلحته ليلة حلوة معاك يا قطة. اه يا موزة احمد ربنا ان مسكت ايديكي، كان زماني عاملك مصفة مكرونة. وانا مصلحتي ان انا اتجوز حسن. مصلحتك انا اللي عارفها. لو ايه لابسلك بادي الغطس بقصص عنفتين وتبقى ضفدع باشا، انا لو منك اضرب غطس. ما تحكي لي يا معلم. يا بعرف غطس. انا فيك يا جدع ومخسرة. في حاجة اسمها ثورة، يعني في حاجة اسمها حق انسان. كده حق حيوان يا باشا. عليها جسم يودي الاسم. شرفت السرايا. اختك جالها خرط البنات يا ذوق، بس خرطها صح. لا ده انت الحلم وسع منك بقى وشكرا. بلغ ان العربيه دي فيها مخدرات. انتوا جايين ب 20 مليون جنيه. قصدك ب 40 مليون جنيه؟ يعني هيولدوا؟ يخش جوه التعابين لازم يكون حاوي. ايوه 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 وكمان ايوه 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 من غدر الناس. ايوه البلد دي ضيعت عليك يا حسن. يا راجل ابو فتري ما تخافيش، احنا كويسين قوي. الله ايه ده؟ سيبها لي انا اقنع انا ولا كبر. ايوه يا حسن دي واحدة بطشة وشمال غوري. اقسم بالله ما سيب حقي. وصلنا دلوقتي لاخر فقره في البرنامج، واهم تعليقات على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. واول تعليق معانا النهارده للفنان حسن الرداد. حسن بيقول الحمد لله فيلم زنقه الستات بيشهد اقبال جماهيري كبير كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. طارق صبري، عادل امام ابي الروحي، احمد السقا انا بعشق الخيل. الا مخرج احمد النحاس، عرض الجزء الاول من مسلسل وجع البنات في رمضان القادم انتظروه. اميره هاني، رشيده تغيرت كثيرا في الجزء الثاني من مسلسل سلسال الدم 2، يا رب المسلسل يعجبكم. المخرج محمد حمدي، سعيد بردود الافعال على مسلسل شطرنج. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة. استنوني كل يوم في نفس الميعاد، وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان underscore الطبيعية @dreams، وعلى صفحتنا كمان على تويتر نادية دريم تي في. أشوفكم بكرة إن شاء الله.